معلش بقى، على سعيد كلام، بس انت اللي اخترتي، استحملي. يا سلام، يعني انت شايفني عروسة عدلة قوي. بس انت زي القمر يا ليلى، طول عمري بشوفك زي القمر. والله انت صعبان عليا بعد صبرك ده، عريس اي كلام كده. طب تصدق ان انت احلى عريس شفته في حياتي؟ عندك كلها كذب. طب والله العظيم ما بكذب. الله. بالراحه بالراحه بالراحه. لا لا تمام، انا جامد على فكره، بس زي ما تقولي كده بس بتدلع شويه. انا عارفه ان انت جامد. انت عارف ان انا كنت ببصبص لك من تحت لتحت؟ والله العظيم فاكر اليوم اللي جيت قلت لي فيه تعالي من اصحاب؟ ما صدقت، قلت الواد ده بيرسم عليا بقى وكده. بس بصراحه فرحت انا، بس اتكسفت قوي وما عرفتش اعمل ايه، وخفت اجي اقول لك تعمل فيها ابو الرجاله بقى. انت مصدره الوش الخشب. بس انا فرحت قوي ان احنا اتجوزنا، ما صدقت ان اللي حصل عشان تبقى معايا. ليلى انت مش محتاجه تكذب عليا، انا مبسوط باللي حصل. يعني مش مهم يسأل. وانا مش عارفه ازاي اقنعتك انك تتجوزني. بص بقى، وانا صغيره لما كنت كده زي البنات بحلم ان انا اتجوز، كنت مقرره ما بيني وما بين نفسي ان انا يوم ما هتجوز هخلي جوزي ده قاعد في البيت، هخليه يتهبل ويتجنن وما يسيبش البيت لحظه، يلزق فيا زي اللزقه الانجليزي. معلش بس، هو ليه كل الناس لما تيجي تقول لزقه بتقول لزقه انجليزي؟ يعني ليه مش بيقولوا ايطالي هولندي؟ اشمعنى انجليزي؟ مش عارفه، هم قالوا لي كده بقى. متغيرش الموضوع، على فكره انا مبسوطه قوي. رايح فين؟ سيد؟ سيد؟ قلت لي بقى زمان كانوا بيعملوا مع خدام الملكة. حسام مش كده؟ أنا بقى عايز أطمن على نفسي. حسام قدامي! حسام قدامي! حسام قدامي! حسام البلد ده اكيد فيها حكومه واكيد هناخد حقنا. ما تخافيش حسام، ما تمشيش ما تمشيش حسام.
أنا سمعت إن جوزك عمل حادثة. قلت أجي عشان لو هتحتاجوا حاجة. أنا عارف طبعاً إن الحال على قده. خصوصاً إن حسام ما بيشتغلش. بقاله فترة كبيرة قوي من ساعة مرضه. خسارة. كان نفسي اقعد معاه عشان اقول له انه عارف يختار. وماله؟ ماشي. بس لازم تعرفي كويس قوي وانت في الظرف الصعب ده ان الدنيا عمرها ما بتمشي بالمقلوب. وعمرها ما هتفتح حضنها لأي حد. لو كانت عايزة تديك وشها ما كانتش استنت السنين دي كلها. نصيحة مني، انت هتفضلي طول عمرك كده. تتجوزي حسام، تتجوزي غيره، هتفضلي طول عمرك البنت اللي ملهاش تمن. حتى ابن حتتها بقى. إيهاب بيجي ولا لسه؟ لا هو لسه ما جاش. طب الأستاذ عمر؟ ولا الأستاذ عمر. ماشي. سلمى هنا. خير؟ أنا آسفة بس النهارده 6 في الشهر والموظفين بيسألوا عن المرتبات. طب وأنا إيه دخلي بالموضوع ده؟ لما يجي إيهاب بيسألي؟ ما هو إيهاب بيقايل لي من يومين إن حضرتك المسؤول عن المرتبات والأمور المالية كلها.